تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. سعد الله صباحكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية من دكتور نيوتريشن. مستمعين الكرام، يعني اليوم أنا داخل الاستوديو في سبحانيتي، سبحان الله، فجأة تطلع لي دكتورة ندى الملة على أساس أنها ما بتي البرنامج، ولكنها قررت أنها هي تحضر معانا. زين، مرة واحدة من حيث لا أحتسب، صباح السحر طالع مننا معمود، ما أدري عنك البارحة وين؟ قلتي لي ما بينها هالأسبوع كامل. لا والله، عندنا شغل وايد في العيادة حق نجوم الخدمة. إذا شفتوني اختفيت فعرفوا أنا في العيادة أشتغل في نجوم الخدمة. فإن شاء الله إن شاء الله بعد ما نخلص النجوم إن شاء الله نهاية شهر 5 نكون معاكم إن شاء الله كل يوم كل يوم. إنزين، نحن في رمضان يمكن بعد نستغني عن خدماتك، يعني يمكن تستغنون. أيمن، ها أيمن سعد، صبحك الله بالخير أستاذ أيمن، شخبارك؟ أيمن سرحيل مخرجنا المتميز، ومعنا بعد عيسى سبيل مخرجين معنا اليوم. طلعت حلقة واحدة معنا بس في رمضان؟ ايه، هي ما علي، مو مشكلة، لأن ليلة العيد حلقة ليلة العيد. عموما أسمع الجناحي معانا على عبر الهاتف، مناخذ بس تي رسالة سريعة عن وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا دكتورة بعدين ما نذكر ببعض الشغلات اللي موجودة عندنا. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. أسمع، صباحك ورد. صبحكم الله بنور السرور. هلا يا أسمى، شخبارك؟ تمام الحمد لله. نعطيكم رسالتنا الصباحية وبقول لكم عن الفعالية اللي موجودة فيها الحين. تفضلي. رسالتنا الصباحية لتحقيق أهدافك، عليك أن تتمكن من رؤية هدفك، تؤمن بهدفك، تعمل على تحقيقه. وايد ناس يحلمون بس ما يشتغلون ليحققون أهدافهم. صحيح. ثلاث نقاط الأساسية في تحقيق أي هدف. أنت وين في سوق؟ في وين نتكلمين؟ أحيانا بخبركم اليوم بعد شوية معالي حميد الإسلامي رئيس التجارة ومدير عام هيئة الصحة راح يفتتح معرض طريق السفر. سوق السفر يعني من الشركات مختلفة للسفر. إنزين أسمى، في تذاكر يوزعونها ولا شو؟ في عروض وايد حلوه. هذه مفتوحه للعامه ولا بس للموظفين؟ هي للموظفين. للموظفين، موظفين واسرهم. يعني الحين ما تتمنونكم انتم تكونوا من موظفي هيئه الصحه؟ اي صح 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 ولا لا؟ دائما نتمنى نكون موظفين، بس هذا يزيد الانتماء والولاء والسعاده وانت تكون موظف في الهيئه. زين اسمع، اكلتي شوكولاته اليوم ولا لا؟ انزين، عندي خبر بقراه عن الشوكليت. واليوم انا ما جبت شوكليت بعد، معي وايد بش اسمه بيونسج. زين، فاتمنى انك انت تستمتعين بسوق السفر، وايضا اسمعي هذا الخبر لان بتستانسين من وراه. شكرا لك يا اسمه، شكرا جزيلا. شكرا لك. اذا اكد عدد من علماء الصحه الامريكيين ان تناول الشوكولا الداكنه بين الحين والآخر مفيد للصحة، ففي حين يؤكد الكثيرون أن تناول بعض أنواع الشوكولا له تأثيرات سلبية على صحة الإنسان لما فيها من كميات كبيرة من السعرات الحرارية. أكد عدد من العلماء الأمريكيين أن تناول الشوكولا الداكنة مفيد جدا، فالتجارب الأخيرة التي أجروها على الفئران بينت أن مادة الكاكاو والتي تشكل العنصر الأساسي في تركيبها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومحاربة الشيخوخة، وأشاروا إلى أن
عناصر أخرى موجودة في تلك المادة الغذائية تعمل بشكل فعال على تخفيض ما يسمى بالإجهاد التأكسدي الذي يسرع من عملية الشيخوخة ويحارب تجدد الخلايا في الجسم. يذكر أن العديد من الدراسات الطبية السابقة أكدت أن الشوكولاتة الداكنة لها دور مفيد في المحافظة على صحة القلب والشرايين وعلى ضغط دم معتدل، وتساعد أيضا في الوقاية من أمراض السرطان، كما أنها تساهم في تحسين المزاج من خلال تعزيز معدل هرمون السعادة السيروتونين الموجود في الدماغ. هذه أحلى دراسة، ولا شو رأيك محمود؟ مجاسم معانا؟ مجاسم صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير ورود سرور. مرحبا سهل أخوي محمود، حياك الله. تفضل. يقول لي أيمن عندك شكوى، أنا أقول أنت عندك ملاحظة، عندك شغلة تبغي تطور الخدمات عندنا. تفضل. لا بس هي تحديدا اليوم شكوى عند أبو عمر يوم الثلاث على من سعادة اللي هي شركة نيكست كير. تخيل أنت، طبعا قبل ما أنا اتصلت بكم قدمت الشكوى بساعتين يعني والأبروفل أساس إجراء العملية، والحمد لله الحرمة أجرت العملية وتكلمت بالنجاح الحمد لله. لكن يومين برخص الحرمة طالع دخلنا في مشكلة ثانية أن في مبلغ إضافي استوى. إحنا ما عندنا خلاف طالع، هو الخلاف بين مستشفى المدينة وبين نيكست كير البرنامج سعادة على مبلغ بين 7,000 و9,000. أوكي. الحين قلنا بجماعة الخير أنتوا هاي المشكلة ما بينكم، الحين انتم يلسين الحرمة ثلاث ساعات، تخيل انت اجرت عملية والحين بترخص ام يلسينها ثلاث ساعات الجمعة. هذا كلام اليوم لا هذا يوم الخميس طالع. المهم رخصوها يعني ولا الحرمة الحين رخصوها؟ حالتها احسن الحمد لله. الحمد لله. اوكي تفضل. الحمد لله نحمد ونشكر. اللهم لك الاشكال. الحين الجماعة من في المستشفى يقولون نحن الساعة 8:30 الصبح مطرشين للتأمين في عندنا مبلغ إضافي. فإلين هنتين ونص اللي هو وقت المفروض الحرمة ترخص من المستشفى والجماعة بعده مو برادين عليه. صحيح. الجماعة مو برادين زي الحين أنا الحين الحرمة الحين الوقت هذا المفروض خلاص بالشارج الدكتور وقع خلاص منتهي من الموضوع. وللأسف أنا أقول لك أنا ما كنت متواجد، أختي الحرمة كانت وياها. لو أنا يا محمود بسحب الحرمة وبطنشهم كلهم. لا بدفع هذا طبعا المبلغ اللي دفعه هذا 70%. فأختي قالت يا جماعة الخير المبلغ اللي مختلفين عليه بين التأمين وبين المستشفى بين الثمانية عفوا 7 و9 اتفضلوا المبلغ هذا 1,000 درهم خلوه عند 10% اخصموها واتصلوا بي أنا بي بأخذ الباجي وفكوتها من الصدع. أنا ليش دخلوني في مهاترات ما بينكم؟ طيب فطبعا لا حياة البنت والمعك المبكي الحين شو الوضع بو حمد؟ عفوا الوضع الحين شو حلوها ولا بعدهم؟ شو تدقين دكتورة زيغتيني أقول لك ما أبو حمد أذتني في الاستوديو تدق وتلعب في الغراش اللي موجودة أذتني. هاي الحريم ترى ماي ماشي وراه غير مشاكل، يا يمرضوني يا يلعوزونك في الاستوديو، شو بتسوي؟ ها أبو حمد، ها أبو حمد شو رأيك في المقولة؟ أنا الحريم لا والله والنعم فيهم يعني هم تاج روسنا يا سلام ينعم بحالك أخوي صدق. إنزين حبيبي فقل لي شو الوضع حاليا، خلصوا الموضوع هم ولا بعدها؟ انت ملاحظتك على مسألة التعامل ما بين التأمين والمستشفى التعامل سيء يا محمود يعني من سعادة عفوا يعني استوت لنا تعاسة. لا هي ما يخصها سعادة وتعاسة على كثر ما هي مسألة ان انا معاك انا اتفق معاك ان في بعض آليات العمل مأخرين 10 ايام اساس الابروف. تخيل انت واشتكيت وخلال ساعتين حلوا المشكله على طول بنصل الدكتور ندى بعد تذكر الموضوع صح. خلال ساعتين وصل لبروف خلاص جماعه الخير خلاص رجعنا يعني لنقطه البدايه اللي هو الخلاف على المبلغ. نحن من صوبنا اقترحنا عليكم جماعه الخير تفضلوا الألف درهم خلوها انتم المبلغ هذا يا 700 يا 900 اتصلوا بنا نحن بني بناخذ الباجي. محمد انا اطلب طيب. منك طلب بسيط ألا وهو إنزين تقدر تدخل لي هذه الشكوى في النظام الإلكتروني؟ أي النظام الإلكتروني ما يتقبل الشكوى على سعادة تخيل أنت. لا 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 في عندهم مكان خاص فيهم الـ 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 الـ
اي بروميس اي بروميس لا ماشي لا من ضمن ماشي سعاده مش من ضمن الشركات مو من ضمن اي بروميس لها موقع روحه اتوقع سعاده هذا يا جماعه الخير انا طبعا وصلت الكول سنتر 800 432 جماعه الخير حتى الكول سنتر يعني ما يروم يرشدني تخيل انت الكول سنتر حتى اتصلت بهم انت يا جماعه الخير انا هل يعقل الموضوع عندي انا الموضوع عندي انا باخذ التسجيل هذا وصل لاداره تمويل 100% بعد البرنامج على طول واصل عند الدكتور حيدر حميد القطامي نفسه ان شاء الله ان في شكاوى كثيره على سعاده ان شاء الله انا هذه اول شكوتي على سعاده والريال معاه حق يعني 10 ايام لما يحصل ابروفل على عمليه صحيح. بعد اقول ترى عقب العمليه المبلغ ترى قلنا لكم نحن وهذا موضوع صحيح صحيح فالطيب خذوه وشلوا خلصوا الموضوع صحيح اقول لك ترى الموضوع المضحك كي ان واحد من سعاده في الدور الثالث موجود في مستشفى المدينه اوكي منكسير متواجد من الساعه 8 للساعه ما ادري كم للساعه 10 بالليل وحتى هذا يعني وجوده من عدم واحد محمد انا لان بطلع فاصل وما نوهت على وايد اشياء لكن على اساس ان اعطيك وقتك في عمليه هذا عموما الشكوى مالتك الحين بسجلها وبدخلها ضمن النظام وبوصلها عند الدكتور حيدر وان شاء الله باكر يعطيني رد على هذا الموضوع انا سمعت منك يمكن هناك بعض المواضيع اللي ما صارت ولكن اذا بالفعل معك حق لا يجب ان يتم اتخاذ اللازم في هذا الاطار وان تتم العمليه بسهوله في هذا الموضوع انا اللي اعرفه يعني معظم العمليات الخاصه بالابروفل مال العمليات وكذا ما تاخذ اكثر من 3 ايام يعني اذا ما كان المستشفى استكمل كل الاوراق شكرا لك ابو حمد سجل لي رقم الله يخليك أيمن تليفون عندك؟ خلك على هو لا تسكر زين أبو حمد؟ إن شاء الله يلا هذا أيمن بياخذ رقمك نحن ما نطلع فاصل دكتورة بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل كذلك مع العديد من المواضيع سامحونا نحن على الانستغرام شوية أبو حمد يعني خذنا معاه دارك شوكلت مش طيبة ها دكتورة لا حلوة تكون مع سي صلطة كراميل حلوة من السعودية يا حياكم الله يا أهلنا من السعودية أخواننا واصدقائنا اليوم طبختي برياني دياي بالزعفران وماي الورد في شيف قاعد يتابعنا على الانستغرام ويشهينا بالاكل الشعبي طرشنا برياني ويقول عن هريس انزين عموما السعاده للمواطنين المفروض ما ندفع ولا درهم والله السعاده للجميع ان ما ندفع ولا درهم فاصل مستمعينا ونرجع صحه وسعاده سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي حد كان يسأل شو اسم البرنامج اكيد بيسألون شو اسم البرنامج سمبوسه على نيتروجين وما ادري شو هالجينتو نسوي ترفيه بين في الفواصل نسال شو سويتوا رمضان شريتوا سمبوسه فصلتوا يعني تسوون برنامج طبخه الحين استوى ها لا عشان تغيير محميكو كله صحه صحه صح لا بس الطبخ هذا يدخل بشكل رئيسي في موضوع الصحه لكن عموما نحن نتوجه الى واحد من المواضيع الخاصه بهيئه الصحه وهو موضوع مواعيد المراجعات في بعض العيادات التخصصيه في مستشفيات هيئه الصحه بدبي هذا الموضوع اللي يشغل بال المرضى وايضا يشغل بال هذا القطاع وادارات المستشفيات كذلك ليش؟ لأن يبون يوصلون إلى المرحلة اللي إن شاء الله يا رب ما تكون عندنا مواعيد طويلة أو بعيدة فكل المحاولات الجادة اللي تبذلها الهيئة للتغلب على موضوع المواعيد وافتتاح المزيد من الأقسام والعيادات التخصصية وتوسعة الغرف وزيادة عدد الأسرة في الطوارئ والعناية المركزة لكن في هنالك تحديات في النمو السكاني والتوسع الجغرافي توافد المرضى أيضا من كافة إمارات الدولة لمرافق هيئة الصحة وهذا الموضوع يخلي القائمين على هذا القطاع يعني أمام تحديات كبيرة التوسعات والإضافات اللي تجريها الهيئة يعني في لها زيادة غير مسبوقة في أعداد المرضى والمراجعين وبالفعل استطاعت الهيئة يعني تخفيض المعدل الكلي للحصول على موعد جديد في صحة دبي لين ما وصلوا إلى يعني 33.37 يوم ماشي
ليش نحن فتحنا هذا الموضوع دكتورة؟ لأن معانا في الاستوديو الدكتور أحمد بن شلبان مدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور. صبحك الله بالخير. أنا بطلب منك تقرب كثر ما تقدر دكتور من المايك عشان بس نسمعك بوضوح. أيضا دكتور يعني قبل أن أدخل في التفاصيل هذه، قبل أن أدخل في التحديات هذه اللي يتحمل جزء منها يعني أو جزء الكبير يتحمل من يتحملها المرضى، وأنا ما أقصد المرضى اللي ملتزمين بمواعيدهم، المرضى غير الملتزمين بمواعيدهم اللي يجون ممكن يأثرون على الآخرين، ولكن خلنا نتكلم في البداية عن نبذة عامة عن مستشفيات الهيئة والتخصصات اللي تميز كل مستشفى. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم بداية على الاستضافة لنلقي الضوء على تحديات كثيرة في موضوع المواعيد في العيادات التخصصية في مستشفيات الهيئة. مستشفيات الهيئة معروفة، يعني عندنا مستشفى راشد، مستشفى دبي، مستشفى لطيفة، وحتى عندنا ساعات سريرية في حدود 1962 سرير متوزعين على المستشفيات الأربعة. نعم. بالإضافة إلى تخصصات مختلفة طبية، يعني أكثر من 123 تخصص طبي موجود في المستشفيات، وتسعى دائما هيئة الصحة إلى وضع محاور في استراتيجيتها، من ضمنها محور رضا المتعاملين وسعادة المتعاملين، ونسعى دائما إلى سهول الحصول على هذه الخدمات للمتعاملين بسرعة وذات جودة عالية. صحيح. من هذا المنطلق قمنا بوضع مؤشرات أداء، نحاول إن شاء الله نوصل إلى المؤشرات اللي وضعتنا حكومة دبي، إن يكون متوسط الحصول على موعد جديد للمرضى أقل من شهر. فالحمد لله الهيئة ساعد خلال الفترة اللي طافت إن تنزل، يعني من كان أول شيء المعدل في حدود الشهرين نزلنا إلى 45 يوم السنة الماضية، والحين الحمد لله حققنا في الربع الأول في حدود 33.7 يوم لمواعيد جديدة، ونحن نسعى أيضا قبل نهاية السنة هذه إن ننزل أقل إن شاء الله من 30 يوم إلى 28 يوم تقريبا. طيب دكتور، يعني سامحيني دكتور إذا بس طبعا. شو اللي الوضع اللي كان عليه زين، شو الأسباب اللي كانت تخلي المواعيد طويلة، وشو اللي سويتوا على أساس أن تقرصون من هذه المدة؟ نعم، هو الحمد لله مستشفيات الهيئة وصحة دبي بوجه عام حققت رضا متعاملين في حدود 94% إسعاد المتعاملين، وبنفس الوقت الحمد لله في خطط تطويرية وتحسينية تهدف إلى إسعاد المرضى. ثقة المرضى في الخدمات الطبية، في الكوادر الطبية الموجودة، في الاعتماديات الدولية اللي أخذتها المستشفيات، زادت الثقة، صار إقبال شديد على المستشفيات، أدى إلى وجود طول في قوائم الانتظار. فهذا نوع من التحدي واجهت الهيئة مثل ما قلنا بخطط تحسينية، برامج زيادة في أعداد غرف العمليات، زيادة في أعداد العيادات الخارجية، في الكوادر المتخصصة، بدينا نبحث في وسائل تقنيات ذكية تؤدي إلى سهولة التواصل العميل مع الهيئة في موضوع المواعيد وجدولتها في حالة أي تأخير أو إلغاء. الحمد لله هذه حققت نقلة كبيرة إن شاء الله، بدت بوادرها إن شاء الله في 2017 بشكل واضح وأكثر يعني. ممتاز. دكتور أحمد، طبعا يكون سيني السؤال، مع زيادة حجم الطلب على خدمات الهيئة، كيف ممكن نحافظ على جودة الخدمة المقدمة للمتعامل مع الازدياد في الطلب على الخدمة نفسها؟ نعم، هو الجودة موجودة الحمد لله، مثل ما قلنا في برامج تخصصية معتمدة عالميا، كبرامج كمراكز تخصصية أيضا معتمدة، نحاول والحمد لله الأطباء والكوادر دائما على أعلى مستوى في التدريب والتعليم، في عندنا مراكز عالمية الحمد لله ساهمت في الكثير من تطور الخدمة، وشاركت في مؤتمرات عالمية، شاركت أيضا في أبحاث عالمية، تؤدي هذه إلى أن الخدمات والكفاءات دائما يعني تواكب المستجدات والتطورات في هذا المجال. صحيح. دكتور أحمد، شو دور المرض؟ طبعا هاي مبادرة تقليل وقت الانتظار هو عبارة عن عمل مشترك لازم يكون بين الكادر الطبي والمرضى، شو دور المريض عشان يساعدكم في تسهيل مهمتكم لتقليل مدة الانتظار؟ نعم، هو بالنسبة للمريض الحمد لله الغالبية العظمى من المرضى إيجابيين وتجاوبون الحمد لله مع سياسة الهيئة، بس في جزئية هم أقل من
بين حدود 25% إلى 29%، ما في مثلا التزام بالمواعيد. فنحن نحث أنه يتواصلون مع المراكز الطبية المستشفيات بهدف يعني في حال الإلغاء، في حالات مثلا إعادة جدولتها أول بأول، لأن مثلا عدم التواصل أو عدم الاهتمام يؤدي إلى ضياع للموارد البشرية والمالية، لأن كل موعد له مثل ما قلنا قيمته. الحين مع تطبيق نظام سلامة دكتور، أعتقد أن حتى المواعيد اللي تترتب على هذا الموعد ممكن أنه يكون لها آلية عمل، ممكن أنها تنلغي، ممكن شو النظام بيكون؟ والله النظام سلامة مثل ما قلنا من الأنظمة الذكية جدا على مستوى العالم، والهيئة بادرت الحمد لله بأخذ هذا النظام، وحيعمل نقلة كبيرة في منظومة المواعيد. صحيح. يعني الموعد كيف تأخذه، كيف يتجدول، الدكتور أيضا بيكون له وقت أكثر يجلس مع المريض. صحيح. يسمع مثل ما قلنا السيرة المرضية للمريض وأهله. وبنفس الوقت الحمد لله الهيئة بادرت في موضوع مركز الاتصال الموحد الجديد أيضا الحمد لله بدأ قبل شهر على أرض الواقع، وبدأ يأخذ دور كبير أيضا في موضوع المواعيد والتواصل مع العميل وإرساله سواء رسائل جديدة، يعطونا أيضا الخيار إن إذا بيجدد الموعد أو بيكنسل الموعد بأسلوب ذكي على الأبس إن شاء الله. ممتاز. أو عن طريق الموبايل. ممتاز. أحمد الشبراوي يقول صباحكم فل وياسمين، اشتقنا لكم، و سلامي لك يا محمود الدكتور رندي وضيفنا الكريم. ويقول الدكتور هو المريض له دور كمان يا دكتور؟ ها؟ لما كنت أسأل دكتور أحمد دور المريض. نحن مثل ما قلنا فريق واحد بين هيئة الصحة متمثلة في الكوادر الطبية، وأيضا بين المريض اللي هو صاحب شو نقول الشان الكبير في صحيح. صحته. نعم. فنحن مثل شركاء في تقديم الخدمة بين المريض وبين هيئة الصحة. جميل. نحن دكتور شاكرين لك هذا اللقاء، نتمنى لكم التوفيق الدائم، وإن شاء الله تكون عندنا يعني مقابلات قادمة منفصل فيها بشكل أكبر التفاصيل أو الديتيلز هذه اللي تهم المستمع إن شاء الله. يعني دكتور ما دام أنت موجود أنا بقرأ هذه الرسالة، زين ما لها علاقة يعني بالقطاع عندك، لكن بشكل عام أنا أبغي بس أوجه هذا النصيحة لجميع المستمعين. يقول إخواني في نور دبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أريد أن أتكلم في البث المباشر بعد إذنكم بخصوص أختي المريضة، حيث أنها تحمل جواز دبي. نحن نقول في جواز دولة الإمارات العربية المتحدة، ما في شيء اسمه جواز دبي والشارجة وكذا. المهم لقد جريت لها عمليتان للصمام في ألمانيا، وشاءت الأقدار أن تصاب بورم عند المبايض وتعاني من سيولة في الدم، ولكن هيئة الصحة في دبي يرفضون إجراء العملية خارج الدولة، مع العلم بحضارنا لهم تقريرين من مستشفيين معتمد عليهما في الدولة بأمر من هيئة الصحة بدبي. أختي تتألم كل يوم، مع العلم أن الورم قابل للانفجار في أي وقت، حيث أن حجمه 16 سنتيمتر. أرجو منكم الاتصال على الرقم. أم شيخة دكتور، أنا اللي أعرفه عندنا في العلاج في الخارج، أول شيء نحن هيئة الصحة بدبي مش هيئة العلاج في الخارج، هذا اللي نعرفه. يجب توفير العلاج في دولة الإمارات لجميع الحالات، هذا اللي نحن نسعى له، ولكن هي بحكم أن هنالك بعض التخصصات اللي تكون موجودة في بلدان معينة أو عند طباء معينة، فيتم إرسال هؤلاء المرضى لهؤلاء المختصين. ولكن موضوع المبايض دكتور، أنا اللي عارفه مستشفى لطيفة واحد من المستشفيات الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال. صحيح محمود. إنزين، فهنالك لجنة تشكل، إنزين، ويتم دراسة هذه الحالات، ومن خلالها يتم تحديد إن كان هذا المريض يستحق أو مش إنه يستحق، إنه محتاج إنه يروح في الخارج. صحيح. أو إنه ممكن العلاج يتوفر. نعم. هو مثل ما ذكرته يعني مستشفى لطيفة يتميز بوجود مركز متميز عالمي، هو مركز دبي للمناظير النسائية بالإضافة إلى الأورام النسائية، وحققوا ما شاء الله يعني نقلة كبيرة، وفي مجموعة من المبادرات ومجموعة من العلاجات العالمية الموجودة. ممكن يتواصلوا مع مستشفى لطيفة، حتى ممكن احنا نسعى لهم بأخذ موعد قريب إلها، من دام هي مثل ما قلنا حالة الأورام وغيرها يعني حالة مستعجلة وما تحتاج الانتظار، فممكن إن شاء الله نحن نسعى لتوفير موعد جديد، توفير طاقم طبي يراجع هذه الحالة ويحط لها خطة علاج سواء عن طريق الجراحة
للأورام أو طريق المناظير، وحتى في عندنا قسم متكامل في موضوع العلاج الأورام من ناحية مثلا العلاجات الكيميائية. صحيح. أو تحويلها إلى مراكز متخصصة داخل ممتاز. دبي ممتاز. ومثل ما قلنا إذا الحالة تستدعي العلاج بالخارج في لجنة تتابع هذا الموضوع، ودائما هيئة الصحة ما تقصر يعني بتوفير البعثات الخارجية إذا استدعى الأمر ذلك. صحيح. يعني جميل. إذن نحن شاكرين لك دكتور ونتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله ما نحول لك رقم أم شيخة في أقرب فرصة، ممكن يأخذوا لك موعد يوم شيخة عند المختصين في هذا المجال، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله الله يشافي أختك ويعافيها ويعافي جميع المرضى. آمين. نحن شاكرين لك دكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي. دكتور ما يطلع فاصل، بعد الفاصل عندنا موضوع دارك شوكليت، موضوع مو بدارك شوكليت، موضوع عن التغذية يعني، بس بنتكلم بنتكلم عن دارك شوكليت أيضا. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده، الجزء الاخير في من هذا البرنامج. نحن اليوم طبعا حلقتنا منوعه فيها العديد من المواضيع، لكن نرحب فيكم ونقول لكم ان هذا البرنامج تقدم لكم هيئه الصحه بدبي برعايه دكتور نيوتريشن. انضمت لنا في الاستوديو خبيره التغذيه الدكتورة عفرة بن كتة، هي رئيس قسم التغذية السريرية في مستشفى راشد. حياك الله. الله يحييكم مستمعينا. ياسين نتكلم عن السمبوسة ونتكلم عن الأكل قبل رمضان. تعرفين رمضان جاي؟ الوجبات الرمضانية. وصلت حق العيد. من الوجبات الرمضانية المفضلة هي المقالي الشائعة حاليا. يلا بمنا بدينا، يلا قولنا أكلات المفضلة في رمضان والخيار الصحي. احنا نبغي الأمهات يصيرون شوي شطار وربات البيوت، بحيث أنهم هم خبرائنا في طريقة الطهي والإعداد وتقليل الدهون. يعني العكس، يعني إحنا نعطيهم النصائح بس هم أكثر ناس يرمون يطبقونها بالشكل الواقعي بحيث نقدر ناكلها لها طعم وشكل ورائحة، فهم الأمهات اللي يقدرون يساعدوننا في هذا الشيء. زي حين يعني هذا اللي يسوي راجو خلاص؟ لا راجو ما نبغى راجو في رمضان. لا احنا ممكن اي اغذيه مقليه نحاول الحين في البدائل اللي هي الماكينات الخاصه اير فراير يسمونه. أيوة. اللي تقلي على الهواء، تستخدم كميات بسيطه، ساعات يكون البان نفسه اللي هو المقلاه تكون باستخدام قليل من الزيت لكن تعطيك نفس طعم الاغذيه المقليه. عندك الاشياء اللي هي توستد بعد نفس الشيء. في شوايات الحين بعد حتى للمقالي المعروفه. أيوة. عندنا في شوايات بعد لها. صحيح. ممكن احنا نستعيض عنها كبدائل وتعطينا نفس تقريبا، ولازم احنا نتقبل في النهايه. صحيح. الطعم المختلف لو بسيط ونتعود عليه. طيب الحين نحن موضوعنا الرئيسي اختي عفراء نتكلم عن أن رمضان ما باقي إلا شيء، إنزين، والصيام جاي. طيب هنالك بعض الممارسات الصحية للواحد يهيئ نفسه قبل رمضان على أساس أن يطوف عليه الصيام بشكل جيد وسلس من أول يوم. طبعا النظام الغذائي في رمضان لا يختلف كل الاختلاف عن النظام العادي في الأيام العادية، بس الاختلاف إيه في أوقات الوجبات تختلف. صحيح. بعدين هاي أوقات الوجبات تؤثر على عمليات اللي إحنا محتاجينها، اللي عمليات تحفيز الجهاز الهضمي لاستقبال المواد الغذائية بعد من 14 إلى 16 ساعة. صحيح. يكون في خمول في الجهاز الهضمي. إحنا محتاجين إن التكنيك اللي نتعلمه كيف إنه ما نسبب اضطرابات وغازات ومشاكل وتلبك معوي خلال هاي الفترة بعد صيام 15 تقريبا ساعة. صحيح. طيب هني في عنا أسئلة يقول دكتورة أبي أعرف شو الوجبات اللي ممكن تقدم لكبار السن بالذات إذا عندهم أدوية ويعانون من السكري والضغط. هذا السؤال. والسؤال الثاني في تعليق عفوا، سمبوسة صحية لكن حلويات ما في فائدة تخرب كل شيء. لا في حلويات صحية بعد بتقولكم. طيب. عنها دكتور عفوا. بالنسبة لي أغذية كبار السن اللي هي بالذات في فترة رمضان وهم ما يقدرون يتحركون. بالنسبة لكبار السن معظمهم تناول التثقيف الصحي والغذائي الخاص بطبيعة أو نوعية
الأغذية اللي هم يأكلونها والمرتبطة بنوعية الأدوية أو الوضع الصحي اللي هم موجودين فيه، فهم مثقفين في ذلك. لكن إحنا نحتاج للزيارة الأخيرة قبل رمضان منهم، بحيث أن نركز على هاي الأشياء ونعملهم مثل توزيع لهذه الوجبات ما بين الفطار والسحور، بحيث نعيد مرة ثانية نحاول أن نوعيهم مرة ثانية. أغذيتهم، أغذية مرضى السكر هي معروفة، هم عارفين من شو الأشياء اللي لازم يركزون عليها، يقللون من النشويات، النشويات اللي هي السامبل اللي هي تكون مثل عصائر، هم ما يرمون يشربونها على طول وقت الإفطار، لأن معدل امتصاص السكر فيها عالي، لأن الجلايسيميك إندكس فيها عالي فتمتص بسرعة. صحيح. نحاول نعلمهم ياخذوا بدائلها من الفواكه، من البقوليات، يبدؤون مثلا يهيئون معدتهم بالاشياء، مثلا عندك التمر، اللبن، عندك السلطه، هاي الاشياء اللي يهيئون معدتهم قبل ما يبدؤون ياكلون الوجبه الاساسيه، والوجبه الاساسيه تكون مقدره او محدده في كميه الكربوهيدرات اللي هم ياخذون، يعني قصدي الرز والخبز والاشياء اللي فيها سكريات. تفضلي دكتور. مثل ما كنت تقولين دكتورة عن إن كيف واحد يهيئ نفسه لرمضان، يعني شو النصيحة ممكن نعطيها للناس اللي متعودين على نظام غذائي الحين العادي هو ثلاث وجبات مع سناك، عشان يدخلوا رمضان خصوصا أول أسبوع وما يحسون بهبوط السكر، ما يحسون بالتعب الشديد؟ أنا بقول لك على اللي أنا قاعد أسويه، يعني عادة قبل رمضان دكتورة، أول شيء كمية القهوة اللي أستهلكها في الفترة الصباحية هذه قاعد أقلل منها، إنزين. أيضا مطلوبة. كمية الأكل اللي أنا قاعد يعني أكلها في الفترة الصباحية هذه قاعد أقلل منها بالتدريج. فهل هذه ممارسة صح أو خاطئة؟ أولا قبل رمضان كل شخص منا لازم تكون عنده مراقبة، مراقبة شو؟ مراقبة للوزن ومراقبة نوعيات الأكل اللي هو يأكلها، بحيث القيمة الغذائية والكميات اللي هو لازم يأكلها، هاي قبل رمضان. لما إيه رمضان نسوي حسابنا إن هذه الكميات لازم تقسم بس بأوقات معينة نزيد فيها السوائل، لأن عندنا فترة صيام وجفاف طويلة فنحتاج فيها السوائل، فنركز أكثر على السوائل، والسوائل هاي تضم مش فقط بس الماء اللي نشربه، تضم الشربات والعصائر وتضم حتى الأغذية اللي تحتوي على السوائل هاي كلها من ضمنها. ننظم برنامجنا الرياضي. في ناس يقول لك مثلا أبا خفف كذا كيلو في رمضان، إذا أنا فت ورياضي هم اللي يرومون يلعبون في الفترة الصباحية أو فترة العصر يرومون يلعبون رياضة. بس إذا كان الشخص مش فت في الرياضة فعندنا مشكلة في عملية اليوتيلايز أو عملية استخدام الجسم لمخزونه من الجلوكوجين وغيره، السكر المخزون، يعني السكر المخزون في هذه الفترة، فيصير عنده مثل هبوط. فإحنا هاي الفئة من الناس نحاول نقولهم بعد الفطار تأخذون فترة ما بين 3 إلى 4 ساعات، وبعدها أو بعد تراويح ترمون تلعبون رياضة. أما الأشخاص الفت فما عندنا مشكلة هم يدربون العصر فيها. ممتاز. الوجبات الغذائية بنبدأها في الفطور مثل ما قلنا نهيئ المعدة بالأشياء دائما السوائل، مع التمر 3 حبات تمر كسنة لنا، اللبن، الشوربة، نريح معدتها، بعدها نبدأ ناكل حصتنا المعتاد منها من الأكل. إذا بناخذ كمية رز بسيطة ما لا تزيد عن 2 قفشات رز، بناخذ سلطات، نحاول قدر الإمكان أن يكون صحني متنوع، بحيث أن يكون من الخضروات والسلطات كمية من النشويات. صحيح. بالإضافة لأنها تكون مليان من السوائل، يعني قد الإمكان الشوربة والعصير والماي هيكون جميل. طيب لمحبي القهوة، كيف أتخلص من وجع الرأس أول أيام رمضان؟ احتياجات الأشخاص العاديين من 200 إلى 600 ملغرام من الكافيين في اليوم. 200 هالحد اللي المطلوب منه، هال 200 ما تعدى عن استكانتين من الكافيين. هل 200 شو يعني؟ كم استكانتين قهوة؟ يعني استكانتين قهوة فنجانين؟ ايه فنجانين قهوة تكون. تتمسخرين دكتورة. هذا شو؟ هذا علميا لأن ما نتكلم عن الواقع، نتكلم عن العلم. لما نزيد الكمية من الكافيين، طبعا احنا عارفين ان ثاني يوم بيصير عندنا إدرار كبير للسوائل. احنا يدوب نعوض هذه السوائل، وعندي برنامج رياضي بيكون بعد هذا، فأنا قاعدة أستنزف هاي السوائل لغاية ما أعبيها مرة ثانية. فهاي اللي يصير عندنا المشكلة، فإحنا قد الإمكان نحاول نعمل نحدد كمية الكافيين اللي إحنا ناخذها. طيب سامحيني دكتورة ندى، في سؤال هنا يقول دكتورة بالنسبة للحوامل هل يزيدون من نسبة الأدوية الفيتامينات اللي يأخذونه كحبة زيادة، لأن في منهم يصيبهم هبوط ودوخة وأحيانا يعانون من الحموضة
بالمعدة ها دكتورة؟ بالنسبة للحوامل أو غير الحوامل، الناس اللي ما بتاكل كميات مناسبة من الأغذية الموصى بها للشخص الواحد، لأن التقييم يكون فردي مترم تعمم على الكل. كل شخص له احتياجات معي. إذا هذا الشخص ما يغطي احتياجاته، دائما يحس بدوار، أو عنده ميديكال هيستوري، هذا يكون عنده تاريخ صحي أنه عنده أنيميا أو عنده ديفيشنسز بأي نوع من العناصر الغذائية، فهذا لازم يأخذ مكملات غذائية، لأن عنده تاريخ معين معروف صحي. دكتورة. أما اللي يأكل طبيعي ما عندنا مشكلة. فأتوقع هي اللي تسأل تقول هل لازم أخذ حبتين بدل حبة للحوامل؟ لا، إحنا ما ننصح تأخذين حبتين بدل حبة عشان تتفادين الهبوط أو الدخة خلال النهار، لأن هذا مكمل غذائي. الحوامل بالذات دائما ننصحهم في رمضان نفس الشيء، مثل ما أقول أيام العادية 5 وجبات، في رمضان حاولي 5 وجبات، 4 إلى 5 وجبات. لا تقعدين على الفطور تاكلين مرة واحدة، ولا يكون فطورك يعني، خلي فطورك خفيف، بعدين كل ساعة على ساعة ونص اكلي أشياء تعدي وجبات، خصوصا الحوامل. ولازم تاكلين حتى على السحور الأغذية اللي ممكن تعطيك القوة طول اليوم، التمر، الموز، الأشياء اللي فيها بوتاسيوم. بس ضروري جدا ما نهمل في رمضان ناخذ مكمل غذائي بدل الأكل، لأنه ما رح يعوضك. وبعدين تحاول قدر الإمكان ما تاخذ الأغذية المقلية صحيح، أو كميات بل كبير من الأكل في وجبة واحدة، لأن هذا اللي بيزيد الحموضة عندها صحيح، خصوصا عملية الموتاليتي تبعتها تكون بطيئة، عملية صحيح استفراغ المعدة ما تشتغل عند الحمار الحامل، تكون بطيئة التفريغ، يعني ما تفضي بسرعة، فيتم الحموضة تتم أطول صحيح، تتم فترة أطول، فإحنا قد الإمكان صحيح. طيب في حد يقول هني ما ننسى اللبن والشامي قليل الدسم، على موضوع كامل الدسم وقليل بالنسبة الدسم بالنسبة لمنتجات الأيوان سواء لبن أو روب، أنا أفضلهم بالفترتين، ولازم يكونون بالبروبايوتيك اللي هي البكتيريا النافعة في منتجات فيها بكتيريا. الهدف من هذه البكتيريا أن تحسن عملية الهضم، تساعد في عملية تخمر المواد الغذائية، وبالتالي الجسم يستفيد من كل الفيتامينز الموجودة في الأكل صحيح. عشان كده نأخذ هذا النوع من البكتيريا. ويفضل أنها تأخذ على السحور، لأن البروتين الموجود فيها يأخر عملية الشبع لثاني يعني تروم تتحمل 14 ساعة صيام بسبب أغذية عالية البروتين على وجبة ممتاز السحور. ممتاز. بندى 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 صباح الخير، صباحك ورد. صباح الخير أخ ندى. هلا أبوي. هلا هلا، شخبارك؟ طول عمرك، كيف حالك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. سلام عليكم يا اخونا محمود. حبيبي ابو ندى، كيف حالك؟ طيب الله يخليك. طول عمرك. تاكل عسل ولا؟ عليكم دكتور عفاف، بعد كيف الحال؟ هلا فيك عفرة. عفرة بنكت وياك. نعم نعم، ينعم حالك ابوي، تفضل. طول عمرك. اقول لك طال عمرك، هذا في رمضان في ناس يفطرون اول على التمر، طال عمرك تمر ولبن. نعم اي نعم، هاي من السنة، تمر ولبن صحيح. وبعدين يأكلون يعني مثلا شوية هريس أو شوية فريج صحيح، أو بيأكل لهم شوية حلاوة مثل فرني مثل الحين بدينا الحلويات يعني. دخلنا على الهريس، بنتكلم عن فوال الصحية بعد اللي بعد ترى بنتكلم عنها. خلي ولدي يكمل. يعني التمر ما بصحي طال عمرك؟ اي نعم التمر صحي اكيد. يقول لك مو بصحي. لا صحي اكيد. لبن على تمر. انا شايف ناس في المزيد عند الافطار اول يفطر على التمره واللبن طالع. اي نعم اي نعم صحي، انت باللبن بتاخذ احتياجاتك. هو صايم يعني مسكين، بعد بطن خالي ما ياكل الا يفطر على هذا الشيء اول. زين سؤالك ابو ندى. نعم شو السؤال؟ شو سؤالك ابويا؟ سؤالك سؤالي طال عمرك، في ناس بعد ما يفطرون على بيزات مالهم، يعني مثل من عرق ذبينه يفطر على هذاك الشيء، وما ياكل من مال برا، يقول لك هذا أسوأ. انا ما يعني من عرق ذبينه. معتقدات ابويا، معتقدات عندنا صحيح صحيح صحيح. جزاك الله خير يا ابويا. شكرا ابويا، مشكورين مشكورين. شكرا. تابعنا في رمضان، في رمضان اي حبيبي ابو ندى، تابعنا في رمضان، لان نتكلم عن حلقات خاصه بمرضى السكري، كيف المفروض انهم يهيئون نفسهم ما بين قبل رمضان وايضا في رمضان بعد كذلك، بتكون لنا حلقات في هذا المجال عن الفوائد الصحيه. الفطور يعني ابو ندى تطرق لموضوع مهم جدا، انه واحد من الاشياء اللي الممارسات اللي نحن نتابعها، ناكل تمر مع لبن مع لبن، نصلي المغرب ونرجع نفطر مرة ثانية. اللبن يعني. اللبن والتمر في قيمة غذائية عالية وهو من السنة نحن ناخذها، وإحنا بجين هي معدتنا إن التمر سريع الامتصاص من السكر بعد فترة صيام عالية صحيح. بالإضافة إلى اللبن يرطب الجسم
وبيكون كمية الأكل اللي كليناها بسيطة بحيث أننا نقدر نصلي نأدي صلاة المغرب وبعدين نرجع الوجبة الرئيسية. ما تستوي صدمة للمعدة يعني الناس ما ناكل كمية كبيرة مرة واحدة المعدة فعلا تيجي مثل صدمة يعني تكون فاضي 16 ساعة انزيمات بسيطة فهم تقدر فيصير تلبك معوي من شي عقب تيون العياد تقول بطلنا يعورنا وعندنا إسهال. طيب العسل واحد يقول السلام عليكم وأخيرا لحقت عليكم بريك من المحاضرة هذا سؤال ما اللي دائما في المحاضرة العسل مفيد للكبار لكبار السن لأنهم عسل سلام. كيف نحافظ على عضلات الجسم في رمضان بحيث ما نفقد العضل في هالفترة ويكون تركيزنا على فقد الدهون؟ عساس أن تعمل لكميات البروتين أول شيء لازم تعرف كميات البروتين اللي يحتاجها كل جسم كل جسم تفرق عن ثاني بعدين أوكي أنا أخذت كميات هاي المعينة لجسمي كيف أنا أعملها يوتيلايز واستفادة للجسم بحيث أنها تتخزن كعضل ما تتخزن كدهون أو يستخدمها الجسم كطاقة لازم احنا نعمل برنامج غذائي برنامج رياضي بالإضافة لبرنامج غذائي خاص او عالي البروتين لان احنا نستفيد من هالبروتين اللي احنا ناكله احنا اللي يصير صحيح. طيب صباح الخير صباح الله بالخير شو على عن الهاش في فطور هاش؟ شو السؤال يمكن قصد الماش عموما هل كمية الماء برمضان تكون للفرد أكثر يعني تزيد ولا نفس الحاجة بغير رمضان؟ لا برمضان بما أن هي نفس الاحتياجات لكن إحنا عندنا وقت الإفطار اللي هو ما بين فطورك لغاية سحورك هاي الوقت بسيط صحيح فأنت تحاول تستهلك الكمية المطلوبة منك خلال الأيام العادية كل تستهلكها خلال 6 ساعات فتلحق ما تلحق تخلص هاي الكمية وهاي تشملها طبعا كل انواع المواد الغذائيه اللي تحتوي على سوائل. طيب احنا عندنا تقريبا دقيقه بوقف اسئلتكم يا جماعه الخير. هل القهوه اثناء الافطار تؤثر على الكليه؟ من جاوب على هذا السؤال. ايش اللي ينباع مع خبز الرقاق؟ انزين عموما يعني في هذه الدقيقه دكتوره نبغى نتكلم عن مساله ان شو لازم نسوي قبل رمضان قبل رمضان؟ ايه في دقيقة في رمضان لازم الإنسان يتبنى نمط غذائي صحي أيه؟ هذا قبل ما أي رمضان يكون نمط حياته من نشاط رياضي من تغذية صحية من مراقبة لأنواع الأغذية اللي هو يشتريها نوعية الشوبينج اللي يعمل الأغذية اللي هو ياخذها هاي كلها لازم تكون متأصلة فيه صحيح فرمضان إيه مكمل وجزء من هذا النمط إذا كان صحي فبيكمل صحي إذا أنت بديت خطأ أكيد بينعكس على رمضان خلاص. ما مدانا الوقت نسألها عن الفالة الصحية لازم نجيبك مرة ثانية دكتورة الفالة الصحية وعندنا مهمة خلص الوقت نحن بعدنا ما نتكلم في ما شاء الله رمضان يعني حلقاتنا معظمها بتكون عن التغذية دكتورة عفرة بن كتة رئيس قسم التغذية السريرية في مستشفى راشد نحن شاكرين لك هذا التواجد ونورتينا في الاستوديو تسلم تسلم أخوي شكرا لك دكتورة ندى لا تطبين علينا شي مرة واحدة خبرينا هيئينا شوي ها؟ ان شاء الله نعطيكم انذار قبل ما اوصل باكر بتداومين ان شاء الله الله يسهل انزين عموما قلنا لك خلص الوقت اسلم على الناس في الانستغرام دمتم شكرا لك ايمن سرحيل وشكرا لعيسى زبيل وكل الشكر لك دكتوره ندى وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد تقبلوا تحياتنا ودمتم بصحه وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.